عشان وقتنا استاذ جمال كلمه سريعه في سريعه جدا عشان نلحق يطلب محمود باذن الله. يعني طبعا كل التوفيق وكل الامنيات بالتوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن الخطيب والجهاز الفني كله واللاعبين، وعليهم دور مهم قوي قوي في استعاده شخصيه النادي الاهلي خلال المرحله القليله القادمه واللي هتستمر بعد كده لسنوات كما عودونا دائما. واشكرك طبعا على استضافتك. شكرا جدا استاذ جمال. شكرا جدا استاذ محمود.